بيحصل يا كبير؟ اللي بيحصل ان انا سبت العربية دايرة، هبطلها عن اذنك. اتفضل. شكرا. اقبص يا اشرف. انا ممكن تكون بني ادم، انت ليه بتعمل كده في الناس اللي تبعي؟ وليه رابط ضنايا؟ الحقني يا بابا الحقني. بس يا دي نصاب انت. انت ما عندكش قلب. انت ترضى اعمل كده في ابنك؟ انت يا ضن مضبش البعيد ايه؟ ما تشوف يا دي. مش شايف حاجة مختلفة؟ ايه يعني في ايه؟ كده حلقوم؟ احنا مش متفقين ياض كل يوم نلبس نفس الطقم، انت مخالف ليه؟ طقم ايه ونيلتيه؟ شعره؟ ايه ده؟ انت سابغ؟ طب وشه؟ ايه دهن؟ لا دهن ايه؟ الواد ده واخد تان، الواد ده في الصعيد والشمس عمودية وقعت عليه من فوق لتحت وما بيستحماش. ده ايه جرح؟ ما عندكش قلب؟ ما عندكش دم؟ ما عندكش نيبو؟ نيبو؟ ايه ده؟ ده تسلخات مرم. تسلخات ايه؟ يا ده بهميات من الاخر. ده مش ولدك. سقط في المية طلعناه، البوه اللي عليه باشت. اري السويت زي الكتاكيت بتاع السوق جمعة، تجيبه احمر واخضر لما تغسله يطلع اصفر. ايوه. على فكره يا كبير، انا مره حصلت لي في سوق جمعه، رحت عشان اشتري كلب جيرمان شبر اللي هو الراعي الالماني، كان بلاك كوت، جبته واول ما حميته التقيته كلب بلدي، كانوا مورنيشين. وفين الكسحه يا حاج القوم؟ الكسحه؟ لا ما هو كان مخنصر صباعه. برضك هتلقى اللون الاصفر اللي فيه المفروض يبقى حناوي. كيف الرد؟ ايه دايما تسحلي معك في التفاهه. خد التقيله. ده مش ابنك، ده ابن الراجل النصاب الامين ده. لا الولد ده مش ابني، انا هقول الحقيقه. انا لو عايز ابني هروح الحي واجيب ترخيص مباني. طب ما تعمل مصالحه، انا اعرف رئيس الحي، انت هتبني كم دور؟ دورين وهعمل برجوله فوق. مش عايز تعمل وجع حجر هاشم؟ قسما بالله لو كملت كلمه تانيه لاربطك بكانه وسرحهم هم التانيه. ليه يا عم؟ يهبل يهبل، دول بيضحكوا عليك، جود نصابين. بس في كذا حاجات تشكك يعني. مبدئيا كده فتلة الشعراية، فتلة شعرته زي فتلة شعرتي، انما الراجل ده فتلة شعرته معيزي. هاري السويت كده تمشي. طب ثانية واحدة، الست اللي كلمتني ممكن صوتها يعني مين؟ يعني هي دي اللي عضة معاك يا تافه؟ ما عادي كلم ريجيسير، أجر واحدة. لا أنا ما أجرش حد، أنا ما أكدبش. أنا عندي ملك التقليد الأصوات الحريمي، وأنا اللي قلدت الصوت، وهوريك إزاي. وريني. أنت يا حبيبي لما اتجوزتك وطلقتني، أما قلت طلق بالتلاتة، سبت بذرة في بطني. البذرة قعدت تكبر وجابت حلقوم ابن حزلقوم. ده هو بالظبط. بس أنا برضك حاسس إنه ابني. يا كبير نبرة صوته شبه نبرة صوتي، واساسا صوتي ده صعب بني ادم يقلده. لا انا لا يمكن اكذب ابدا. الواد عويس ابني. عويس؟ انت اسمك عويس ياد؟ ايوه عويس ابني بيقلد الاصوات حلوه قوي. يا عويس عويس قلد لهم اي صوت. تتهزر معايا؟ خرب بيتك رهيب. طب بقول لك ايه، تعرف تعمل صوت الضفدعه؟ لا الكذب خيبه، انا اللي بقلد صوت الحيوانات. طب سمعني الضفدعه. الله. وانا يا حاج القوم بعرف اقلد صوت القطه. سمعني. نو. طب وانت يا كبير بتعرف تعمل ايه؟ بس احنا ماشيين هايمين. انا اعمل لكم صوت بلس 60 قسما بالله اقوم اطخكم كلكم بالنار. يا دي استوعب يا جلد الطين، ده مش ولدك. ما انا بحاول اتوه يا كبير. دخلت في سكه الالعاب عشان انا قلبي واجعني. حرمتوني من الابوبه. معلاش يا ولد ابوي. روح اشرب الليموناته بالقصب. روح. انا جعان ولي قطاع يا مطبوحه في المطبخ. ايوه يا مديحه.